أشهد أن لا إله إلا الله، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ما أعظمه، لو اجتمع عليك طفلان كل واحد منهما له حاجة لتأذيت بهما، وحاجاتهما قد تكون معك، بل لو ولد لك توأم لرأيت أن هناك فيه استنفار غير عادي في البيت من أجل رعاية هذين التوأمين أو هذين التوأم في قضاء حاجتهما وفي إعطائهما طعامهما وفي تنظيفهما، ولذلك تتعب الأم التي يولد لها توأم وهما اثنان وصغيران وتحت التمكن والتدبير. يا إخواني، ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه خبرا عجيبا فيقول: يسأله من في السماوات والأرض، يعني جميع هذه الخلائق تتوجه بسؤالها إلى الله، وفي لحظة واحدة، فلا يشكل عليه أن يجيب هذه المسائل كلها، ولا تختلط عليه أدعية الداعين، ولا اختلاف ألسنتهم ولغاتهم وتلون حاجاتهم، كلها بالنسبة له شيء واحد. وهذا من أدل الأدلة على تمام القدرة الإلهية. يقول الله عز وجل عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لو أخذت مخيطا وهو هذه الإبرة التي يخاط بها وأدخلتها البحر ثم أخرجتها، ماذا ينقص من البحر؟ شيء لا يكاد يذكر، ولا يمكن أن يوجد له في عند البشر نسبة حسابية. فهذا كل الذي يسأله البشر ربهم سبحانه وتعالى، لو سألوه جميعا فبالغوا في السؤال وأعطى كل واحد مسألته لكان مقدار ما نقص من ملكه مثل ما نقص من هذا المخيط من البحر. فالله عز وجل يقول: يسأله من في السماوات والأرض. تلاحظون يا إخوان، نحن في رمضان نجتمع في هذا المسجد ونرفع أدعية أيدينا بالدعاء ونسجد، وكل واحد عنده مسألة خاصة قد لا تشابه مسألة الآخر إلا من بعض الوجوه، ثم يخبرك الشخص أنه ظفر بمسألته وأجيبت دعوته. نحن في مسجد، وين بقية المساجد في المملكة؟ وين بقية المساجد في العالم؟ وهذولا البشر، فكيف بالجن وكيف بمن بغيرهم؟ كل واحد من هؤلاء يسأل الله مسألة والله يسمعه ويجيبه ويعطيه مسألته.